دلوقتي هنقابل محمد حمادة الشرقاوي، مؤسس مشتل الإرشاد للبونيكام A1. وزي ما قلت لحضراتكم، كل مشاتل الدلنجات تضمنت مع شركة الزهراء لمساعدتها في إنتاج شتلات البونيكام لتغطية احتياجات المزارعين. محمد حمادة الشرقاوي، حضرتك مؤسس شركة الإرشاد. تمام. مشتل الإرشاد طلع منه صواني بونيكام، صح ولا لا؟ تمام. الناس بتحبك، بتثق فيك، وبتاخد شغلك وهي مغمضة. الناس قالت لي كده. تمام. افهم بقى، ايه اللي دخلك اصلا في بونيكام؟ بتطلع كام صينيه؟ المساحات اللي زرعتها قد ايه؟ بتتواجد مع الناس ولا لا؟ والله احنا كنا بنعاني، انا من ضمن الناس اللي كان عندي مزرعه مواشي. كنا بنعاني من الاعلاف. الاعلاف كانت بتاخد مننا تلتين المجهود بتاعنا وراس المال. تمام. يعني تيجي في اخر الدوره بتلاقي مثلا ان انت طالع 75% للاعلاف وطالع لك 25%. انت كده خسران. ببقى كده خسران طبعا. يعني 25% العامل هياخدهم، ولا صاحب ولا كهرباء، ولا كهرباء، ولا ميه، ولا كلام من ده. فربنا سهل الحال، وشركه الزهراء دخلت الام جي 12 مصر، قعد شغالين بيه زي 5-6 سنين. فاحنا طبعا دخلنا تبع شركه الزهراء، شركه الارشاد، اتعاوننا مع بعض وربنا سهل الحال، وشركه الزهراء طلعت لنا نوع جديد اسمه الاي 1، بونيكام برازيلي اي 1. حاجه بسم الله ما شاء الله، نسبة طاقة عالية جدا، نسبة بروتين عالية جدا، نسبة سكريات، المواشي كلها مقبلة عليه. يعني المزارعين من ساعة ما طلعنا النوع ده، والمزارعين اللي كان بيزرع فدان بقى يزرع 5. انت بقى مشتلك بتطلع كم صينية؟ انا المشتل بتاعي الطاقة الانتاجية بتاعته يعني مثلا في الشهر 10,000، من 10,000 ل 12,000 صينية. يزرعوا كم فدان؟ يزرعوا 120 فدان. 120؟ 120 فدان. فدان حلو. كل شهر بطلع انتاجية 120 فدان. متوزعة بقى مش في البحيرة بس؟ لا، بقى بوزع أي حد في أي محافظة. وجه بحري ووجه إبلي ولحد أسوان بنوزع شتلات.